يتيمين للغني نجي وكان جاده كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رغمه من الرذيل وما فات على امر ذلك تاويل ما لم تستدين ليكي صبرا ما لم تصدين ليكي صبرا يوم يدعون اذا نرى جهنم دعا يدعو اليتيم ولا يفوز ولا دعا بالمسكين ويسالونك عن ذي القرنين قل سادر عليك منه ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه بكل شيء سببا فاتبع سوى متى اذا بلغ مغرب الشمس وجد عتبه في عين حياتين وجد عند قوما قلنا ذي القرنين اما تعذبا واما تتخذ فيهم مسنا تعالى اما ظلما فصبر يرد الى ربي ويعذب عذابا اخرى واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرا ثم تواصل حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجرعه تدلو على طويل نجعل له من دنيا سترا كذلك وقد علم بما لديه خورا ثم تواصل حتى اذا بلغ بين الصدين وجد من دنيا قوما لا يفضلون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل خرجا قال أن تجعل بيننا وبينهم صدا قال ما مكن فيه ربي خيرا فأعينوني بقوتي نجعل بينكم وبينهم لما آمن الرسول وآخذين أشفقتم آباءكم آجوني زور العليل حتى إذا صار بين الصرفين قال أنفقوا حتى إذا جعله نارا قال أعطوني مخرج عليه إلى فأصحاب الإطار والصلاح الهرون دوا على غرابة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله داكا وقال وعد ربي هذا وترك البحر يومئذ يموج في بحر فرمك في السور فجمعناه جمعا وعكسه جمعا فوسدنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنونا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب خيره لشديد أفلا